بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. منتخب مصر الاولمبي خسر امبارح امام المغرب بنتيجه 2-1 في نهائي بطوله افريقيا تحت 23 سنه المؤهله بدورها لاولمبياد باريس 2024. سجل هدف المنتخب الاولمبي المصري محمود صابر في الدقيقه العاشره. حمزة علاء توج بجائزة أفضل حارس في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبي في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة. إبراهيم عادل توج بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبي بالرغم من الخسارة من المنتخب المغربي. روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي أعرب عن حزنه الشديد أمام امبارح بعد الخسارة في نهائي كأس إفريقيا تحت 23 عاما، وأكد أن اللاعبين كانوا أبطال وعلى قدر المسؤولية، وشكر ميكالي كل الجمهور المصري على مشاعرهم ومساندتهم طول البطولة. فريق النادي الأهلي حافظ على نظافة شباكه للمباراة 11 على التوالي في بطولة الدوري المصري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري هذا الموسم. وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي. فريق الزمالك حقق الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-2 في إطار مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد الزمالك للنقطة 59 محتلاً المركز الثالث، بينما توقف فيوتشر عند المركز الرابع برصيد 58 نقطة. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن عن تعاقده مع الكوري الجنوبي كانغ إن لي قادما من ريال مايوركا الإسباني بعقد لمدة 5 سنوات ليستمر مع النادي حتى عام 2028. حقق منتخب إنجلترا لقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما بالفوز على نظيره إسبانيا بنتيجة 1-0 في مباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 21 سنة اللي أقيمت في جورجيا ورومانيا. وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة سددها اللاعب كول بالمر لتصطدم بنجم ليفربول كورتيس جونز وتغير اتجاهها في المرمى. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمعنا وشاذلي علشان يكملوا معاكم باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.